تستقبل تاو بورشن لينش قرنها الثاني في الحياة بنفس الروح الإيجابية. تاو أمريكية مولودة بالهند، بدأت ممارسة اليوغا في 7 من عمرها وأغرمت بتلك الرياضة حتى ظلت تمارسها طوال حياتها. حتى بعد 94 عاما ما زالت تتمتع بمرونة عالية وتمارس الرياضة بنفس الشغف. أدركت لأول مرة أنني أريد أن أصبح مدربة يوغا عندما كنت في 14 أو 16 من عمري، فكنت أصلح للناس أوضاعهم عندما كانوا يجلسون بشكل خاطئ. كنت أخبرهم مثلا أن هذه الطريقة ستسحق رئتيك، لأن رئتيك ليست في الأسفل هنا بل إنها في الأعلى، فباب حياتك هنا وليس هنا. تاو ما زالت تدرب اليوغا في استديوهات شمال مدينة نيويورك، حيث تعلم طلابها كيفية التنفس بطريقة صحيحة وفتح الصدر وعدم التنفس من أسفل البطن. حياة تاو عبارة عن طريق لليوغا، ومسار اليوغا هو حياتها، وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، ونحن بدأنا في اتباع خطاها، ففي النهاية نصل إلى نفس المستوى من السلام. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لكي أحصل على ذلك السلام الداخلي، لكنني حصلت عليه في النهاية. من خلال ممارسة اليوغا والنظر للحياة بطريقة إيجابية، تعمل تاو على التخلص من الأفكار السلبية ومواجهة المواقف الصعبة في الحياة. كما قالت إنها كسرت عظمة فخذها عدة مرات، لكنها تعافت باستخدام تقنيات اليوغا. عندما أستيقظ في الصباح أنظر إلى الشمس وأقول سيكون هذا أفضل يوم في حياتي، لذا أنهض مستعدة لإدخال الفرح إلى داخلي، وتلاميذي هم أحد الأسباب التي ساعدتني على هذا الأمر. تاو حصلت هذا العام على جائزة بادما شري المرموقة من حكومة الهند لإنجازها الاستثنائي. على مدار 20 عاما الماضية قامت أيضا بالتنافس في مسابقات الرقص، بما في ذلك برنامج أمريكانز جوت تالنت الشهير على شاشة التلفاز.